السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده عندنا نظام من انظمه التدريب اسمه بري اكزوستشن ايزوليشن كومباوند. ايه هو البري اكزوستشن ايزوليشن كومباوند؟ هو بيعمل على ايه؟ بيعمل ان انت بتدرب عضله واحده، تمام، وبعد كده بتمرين، وبعد كده بتجيب تمرين تاني يشمل العضله دي وعضلات تانيه جنبها، تمام. زي ايه؟ زي عندنا مثلا لو احنا خدنا الليج، فعندنا مثلا ليج اكستنشن ماشين. عندنا الليج اكستنشن ماشين ممكن تركز على الكوادريسبس ماسل اللي هي العضلات الاماميه للرجل، تمام. وبعد كده دخل السكوات فتستهدف عضلات الرجل كلها الاماميه والخلفيه والجانبيه، فعلى حسب انت بتعمل سكوات نوعه ايه او نظامه ايه، تمام. فانت بتستهدف عضله والمجموعه الثانيه دي مجموعة واحدة، يعني جلسة واحدة بتعمل فيها تمرين اتنين. التمرين الاول بيستهدف عضلة واحدة، والتمرين التاني بيستهدف العضلات بتاع الرجل او بتاع او مجموعة عضلات كاملة مع العضلة اللي انا استهدفتها في التمرين الاولاني. يا ريت تكونوا استفدتوا كده. ونخش بقى، هو ثلاث مجاميع، يعني النظام مكون من ثلاث مجاميع، ثلاث جلسات. الجلسة بتتكون من مجموعتين اتنين. المجموعة الاولانية فيها عضلة هنركز عليها، عضلة واحدة اسمه ايزوليشن. طيب المجموعه الثانيه كومباوند. كومباوند يعني مجمع، ان احنا هنجمع بقى عضله اللي احنا خدناها لوحدها دي وندخلها في تمرين مع عضلات ثانيه، ماشي. هناخد مثلا الليج اكستنشن مع السكوات، فلما نجمعهم ده هيبقى النظام بتاعنا. هنعمل ريبيتيشن بتاعتنا كتير، وكل ما نقللها نزود وزن، كل ما نقللها نزود. يبدا مثلا ريبيتيشن 12 وزن 10 ريبيتيشن. الوزن بيتحدد على عليك انت، على طاقتك انت وقدرتك انت، يعني ما تلعبش مع واحد صاحبك هو بيشيل 10 فانت تشيل 10، لا. شوف الوزن بتاعك اللي هيأثر معاك، اللي انت لما تخلص النظام ده هيكون استفدت بيه. فتبدا مثلا ريبيتيشن عندك 12 والوزن بتاعك يكون 10 او يكون 20، تمام. وبعد كده تزود وزن ثابت، تزود 5، هتزود 2، هتزود 3، تزود وزن ثابت في كل مره. وتبدا مثلا ريبيتيشن 12، تكرارات 12، تزود الوزن يكون مثلا 10، ريبيتيشن 10 يكون الوزن 15، ريبيتيشن 8 يكون الوزن معاك ايه 20، وهكذا، تمام. هتلعب الدفعه الاولى. الجلسه مكونه من مجموعتين اتنين، المجموعه الاولانيه او التمرين الاولاني زي ما احنا قلنا بتستهدف تمرين واحد، بتستهدف عضله واحده، وبعد كده التمرين الثاني بتستهدف مجموعه عضلات، تمام. تخلص الاثنين تاخد ريست دقيقه، تخلص الجلسه الثانيه بتاخد نفس التمرينين بس بتقلل بقى العدد وتزود الوزن وتاخد ريست اكتر شويه، دقيقه ونص. الثالثه يبقى انت كده خلصت، مش محتاج تاخد ريست، تمام. اتمنى تكونوا استفدتم. شكرا لكم، سلام.